السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في 360 وياك مستمرين إذا معاكم ومتفاعلين في أجواء الفرح والاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار ونحمدك يا ذا العرش، تيمنا ببيت الشعر من قصيدة المؤسس: ونحمدك يا ذا العرش والملك والعطاء، ونرضى بحكمك في جميع الفعائل. راح ندخل على اللايف ونتابع مع المتابعين، حياكم الله، مساكم الله بالخير أهل الانستغرام. الحمد لله رب العالمين، احنا اكيد بدورنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيره وعلى نعمه قطر. هذه النعمه نعمه بلادنا قطر الحبيبه التي استطاعت ان تتخطى بشكل كبير ولله الحمد جائحه كورونا باداره حكيمه، توفير كافه الاحتياجات من المواد الاستهلاكيه، من المواد الطبيه، وايضا بحكم وباداره متميزه لهذه الجائحه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الوباء والبلاء عن جميع البشر بإذن الله. طبعاً ألتقيكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي أيضاً مشاهدينا ومتابعينا على الإنستغرام من خلال 360 وياك، ونطرح العديد من الأسئلة ونستقبل الاتصالات والمشاركات، سواء كانت على التعليق على الإنستغرام أو حتى على الاتصالات. ونطرح الآن سؤال الإنستغرام. إيش دعوة؟ ما في متابعين وايد على الإنستغرام؟ بس يلا توكل على الله، برجع عيد السؤال بعدين. السؤال على النحو التالي: قعودنا الأسود يلحق الأبيض لين الحقه شرد عنا، قعودنا الأسود يلحق الأبيض ولين الحقه شرد عنا، ما هو المقصود بالأسود والأبيض؟ أو من المقصودين بالأسود والأبيض؟ نذكر طبعاً مشاهدينا الكرام بأرقام التواصل أو رقم التواصل معانا على البرنامج، نشوفه على الشاشة كما هو ظاهر أمامكم، هو 4466-8844. تقدرون تتصلون طبعاً على هذه الأرقام والمشاركة معانا في البرنامج. أسئلتنا اليوم بإذن الله راح تكون أسئلة خفيفة ولطيفة، والجوائز مثل ما أنتم عارفين هناك بعض الجوائز المقدمة من مجوهرات المفتاح، وبعض الجوائز المقدمة من جزيرة للعطور، وايضا من السلام العالميه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع المشاركين. معنا اتصال ونقول الو. الو، يا مرحبا مسهلا. هلا والله، هلا بك، ارفعي صوتك لو سمحتي. من معي؟ فاطمه. حياك الله يا فاطمه، شلونك؟ طيبه الحمد لله. فاطمه مستعده للسؤال؟ اي نعم. يلا السؤال يقول: قلعة من القلاع التي شهدت انتصاراً على الجيوش العثمانية، فما اسمها؟ خيارات؟ لا ما بخيارات، لحظة شوي. الجيوش العثمانية؟ لا 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 لا، لحظة شوي، شي قاعد تاخذين وقتك انتي. قلنا على الجيوش الرومانية. اوكي. ها اعطيك خيارات؟ لازم خيارات ولا ممكن اجاوب بدون؟ اعطيك خيارات. اوكي. قلعة من القلاع التي شهدت انتصارا على الجيوش العثمانية، فما اسمها؟ هل هي قلعة الوجبة؟ هل هي قلعة الكوت؟ أم هل هي قلعة الزبارة؟ قلعة الوجبة. قلعة الوجبة، وألف مبروك، مبروك يا فاطمة. الله يبارك فيك. جائزة مقدمة إذا من السلام العالمية بقيمة 3500 ريال، نقول ألف ألف مبروك. طبعا قلعة الوجبة هي القلعة التي شهدت انتصاراً على القوات أو الجيوش العثمانية في ذلك الوقت. عندنا اتصال ثاني؟ عندنا اتصال ثاني؟ ألو؟ ألو؟ مرحبا. مرحبتين. من معي؟ غادة. غادة شلونك؟ الحمد لله. غادة نسأل؟ أيوة. يلا السؤال يقول: ما هو الذبوح؟ أعطيك خيارات على طول ولا لحظة؟ شنو لحظة يعني؟ شنو شنو؟ ما هو الذبوح؟ أيوة الجروح وراء الإذى. أعطيك خيارات أحسن. أوكي. أنت إيش قلتي؟ جروح وراء إيش؟ الإذن. ورا الاذن؟ ايه. انا عندي شيء ثاني. اوكي. اعطيك خيارات؟ اوكي. يلا.
تشققات خلف الرأس ولا مثل ما قلتي تشققات خلف الأذن ولا تشققات في القدم؟ لا، تشققات وراء الأذن. تجاز هذه الإجابة؟ ولا وراء الرأس، في الرأس؟ ها، تشققات وراء الأذن ما عارف. شوفي نقول مبروك، نقول لك مبروك، هي تشققات. وعلى فكرة الأذن ترى في الرأس بعد، فبعد صح. مبروك مبروك عليك يا غادة، جائزة إذا مقدمة من السلام العالمية، وإذا جيت تحديدا بقيمة 3500 ريال نقول لك ألف ألف مبروك يا غادة. مبروك، الله يبارك فيك، استاهلين. شوف جماعتنا وإخواننا على الإنستغرام، جماعة الإنستغرام، نذكر طبعا بالسؤال اللي طرحناه في الإنستغرام. يقول السؤال: قعودنا الأسود يلحق الأبيض ولين نلحقه شرد عنا، من المقصود بالأبيض والأسود؟ ما شاء الله الإجابات ما شاء الله. طيب معنا بعد اتصال، نقول ألو. ألو، يا مرحبا مسهلا. عليكم السلام، ارفع صوتك. يتكلم ما أسمعك. ارفع صوتك، من معاي؟ احمد، شلونك يا احمد؟ الو احمد، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. احمد، ايوه، مستعد حق السؤال؟ مستعد، بس ما بس شلون؟ معي اخويا بيساعدني. اخوك بيساعدك؟ اه، ابرك الساعات، حياك الله انت واخوك يا احمد. شو اسم اخوك؟ محمد. محمد، أحمد ومحمد، هذه مكالمة إذن جماعية. أحمد ومحمد جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. يلا، ما اسم المكان الذي يجلس عليه النوخذة فوق الفنة في مؤخرة، أي مؤخرة السفينة؟ ما اسم المكان الذي يجلس عليه النوخذة الذي فوق مؤخرة السفينة؟ حاجة السفينة. هل هو الكاتل ولا المراح ولا الخن ولا المداس؟ الكاتل ولا المراح ولا... طب في اختيارات؟ هذه الخيارات، هل هو الكاتل ام المراح ام الخن ام المداس؟ الكاتل ولا الكلب؟ الكاتل، لا اله الا الله وحده لا شريك له، الكاتل. يا سلام عليك، مبروك يا احمد. هذه بمساعدة محمد ولا بدون؟ لا انا الجواب بدون. محمد طلع من الجائزة عيل، خلاص محمد مالك جائزة. لا مالي خلاص. تستاهل، الف مبروك. جائزتك اذا هي قسيمة مشتريات بقيمة 3500 ريال مقدمة لك من السلام العالمية. السلام العالمية بمبلغ 3500 ريال. تستاهل تستاهل. شكرا شكرا، ألف مبروك ألف مبروك. بعد في اتصال؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمك؟ يعطيكم العافية فاطمة. الله يعافيك، فاطمة؟ إي نعم. يا مرحبا يا فاطمة، شلونك؟ يا هلا فيك شيخ، الحمد لله. فاطمة، اليوم نبغي ناخذ الاتصالات بتكون سريعة جدا، نبغي حتى الإجابة سريعة، نبغي نفوز أكبر قدر من المشاركين معانا اليوم، مستعدة؟ ان شاء الله، بس خلي سؤالي سهل عشان نفوز بسرعه. ان شاء الله انا سهل ابشرك. تسلم، يعطيك العافيه. صح ام خطا؟ المرزام هو تجويف مربع او مستطيل في جدار الغرفه ويكون مرتفع نسبيا. مرزام. ممكن تعيده بسرعه؟ لا تسمعيني من التلفزيون، اسمعيني من التلفزيون. لا لا ان شاء الله. ممكن تعيد السؤال؟ اي بس برجع عيد. المرزام صح او خطا؟ صح أو خطأ؟ المرزام هو تجويف مربع أو مستطيل في جدار الغرفة ويكون مرتفع نسبياً. أول مرة صراحة أسمع أنها شكلة، أتوقع غلط؟ غلط، وأنتي صح، مبروك. الحمد لله الحمد لله، مبروك، تستاهلين. الحمد لله. التجويف المربع والمستطيل في جدار الغرفة يكون مرتفع نسبياً في مؤخرة السفينة أيضاً يعتبر، هي روشنة. قلت ألف مبروك، جائزة قيمتها 3000 ريال مقدمة من السلام العالمية، نقول لك ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا احنا اليوم نبغي ناخذ أكبر قدر من الاتصالات، يا جماعة اللي معانا حتى على الانستغرام ترى تقدرون تتصلون 4466 8844. شاركوا معانا شاركوا معانا، إن شاء الله فالكم الفوز.
اليوم اسرع شيء اليوم باذن الله. معنا اتصال نقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يلا حيا، من معاي؟ محمد. محمد كيف حالك؟ الله يعافيك ويسلمك. محمد مستعد للسؤال؟ اي نعم يا اخوي. طيب. السؤال يقول: مربط خيل قديم ومعاصر، قديم ومعاصر، أنشئ في عهد الشيخ عبد الله بن جاسم الثاني، ما اسمه؟ مربط الشقب. مربط ال الشقب. مبروك مربط الشقب. إذا فعلا هي الإجابة الصحيحة، ونقول لك ألف ألف مبروك بدون خيارات طبعا. بدون خيارات نقول لك مبروك عليك الجائزة المقدمة من مجوهرات المفتاح بقيمة 5000 ريال. ألف مبروك. الله يبارك عبد الله، جزاكم خير. ياك تستاهل، تستاهل. تستاهل خير يا بحيان. في ألو ولا ما في ألو؟ عاد ربع يمكن يلقط. أوكي كله مشغول يقولوا الرقم يا جماعة. طيب أوعدكم يا هالإنستغرام إني بحاول أستعجل في استقبال المكالمات عشان يخف الضغط وناخذ أكبر قدر من المكالمات بإذن الله. يلا نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معي؟ ايش قاعد يصير؟ افا افا طبعت. طيب نذكر بسؤال الانستغرام طبعا على ما يجينا، طبعا على ما يجينا اتصال. اوب 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 لا يطيح. قعودنا الأسود يلحق الأبيض وليلحقه شرد عنا، ما هو الأسود والأبيض المقصودين أو المقصودين في هذه العبارة؟ على فكرة ترى الإجابات إلى الآن، إلى الآن ما شفت ولا إجابة خاطئة، إلى الآن ما شفت ولا إجابة خاطئة، الكل إجاباتها صحيحة والكل قاعد يقولها بكل ثقة. سح بعد شوي إن شاء الله في واحد راح يفوز بجائزة الآيفون، واحد راح يفوز بجائزة الآيفون من إن شاء الله كل التوفيق. نقول ألو. ألو 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 ألو. مرحبا. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا، من معاي؟ معك أحمد. أحمد كيف حالك يا أحمد؟ الله يسلمك بخير الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. أحمد. ايوه. من هو الغتم؟ نعم، من هو الغتم؟ الغسم. الغتم. خيارات. من هو الغتم؟ اعطيك خيارات. اعطيني خيارات يا ريت. هل هو الذي لا ينطق، ام هو الذي لا يمشي، ام هو الذي لا يحرك يده؟ أحمد معلش الصوت يقطع، ممكن تعيد ثاني؟ صوت يقطع. أحمد من هو الغتم؟ أيوه. الذي لا الذي لا يتكلم. أيوه أحمد. أحمد أيوه معك، معك. من معي أحمد؟ أيوه معك. أوكي طيب أحمد السؤال يقول من هو الغتم؟ هل هو الذي لا ينطق، أم الذي لا يحرك يده، أم الذي لا يمشي؟ الذي لا ينطق. الذي لا ينطق. مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيك. فعلا الغتم باللهجة العامية هو الذي لا ينطق، وجائزتك قيمتها 3000 ريال مقدمة من السلام العالمية. مبروك مبروك. معنا بعد ألو. عفوا نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا. من معي؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك، من معي؟ معك هبه. هبه حياك الله يا هبه، شلونك يا هبه؟ الحمد لله بخير. هبه الحمد لله. ايوه. احد الخيارات التاليه هي من الاحجار المستخرجه من البحر وتستخدم في بناء المنشات قديما، فما هي؟ هل هو الجص
أو اليس؟ هل هو الفروش ولا الطين؟ الفروش. مبروك فعلا الفروش، ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. تستاهلين، يعطيك العافية. تستاهلين جائزتك مقدمة من السلام العالمية ذا جيت، مبروك. شكرا. جماعة الانستغرام، الشمس والقمر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في ناس يقولون الشمس والقمر. الحين راح ننتقل حق أسئلة ثانية من نوع ثاني. الحين راح ننتقل لأسئلة الفيديوهات. نذكر طبعا بأن اللي حاب إنه يشارك معنا الحين لازم إنه يكون شايف البث، لأنه راح نعرض عليه فيديو، من الفيديو راح يكون السؤال وداخل الفيديو طبعا الإجابة. نقول ألو؟ نقول ألو؟ ألو ألو، أسرع شيء. ألو ألو، مرحبا يا هلا، من معاي؟ الهنوف. الهنوف شلونك؟ بخير. الهنوف قاعد تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ لا ما قاعد أشوفكم. هنوف لازم تشوفيني. أوكي لازم، لأن بطلع لك فيديو، بيش تشوفين الفيديو، لأن بسألك سؤال عن الفيديو. لحظة حين ببطل. هم تبطلين؟ اي ببطل الحين منه. يلا تقدرين تشوفين ترى على الانستغرام على حساب دوحة 360. اوكي. ها جاهزة؟ هنوف كم عمرك؟ 12. هنوف خلصت امتحاناتك ولا لا؟ اي خلصت. سويتي في الامتحانات اوكي؟ اي سويت زين. صدق؟ الله يوفقك يا رب. اي الحين قاعده اشوف. حلو تشوفيني الحين؟ ايه. يلا نراويها الفيديو. يلا شوف الفيديو. اوكي السؤال يقول الثوب اللي لابسه الولد في الفيديو نوع من انواع الثياب القطريه، ابي اعرف اسم الثوب اللي لابسه الطفل هذا. تبغين اعطيك خيارات؟ اي. هل هو ثوب منسول ولا ثوب شلحات ولا ثوب مقصمل؟ اول واحد اللي هو ثوب وشو؟ منسول. ثوب منسول، برافو عليك يا هنوف، مبروك. مبروك عليك يا هنوف، جائزة مقدمة لك من السلام العالمية بقيمة 3000 ريال، مبروك. مبروك يا هنوف. الله يبارك فيك. استاهلين يبا. عندنا اتصال ثاني بعد؟ اتصلت وخلص رصيدي وما حد رد، يا جماعة لا تخلصوا الرصيد العالم. على الانستغرام لا تخلصوا الرصيد العالم يا جماعه. ان شاء الله تفوزين وتعدين الرصيد باذن الله. يلا عندنا اتصال بعد. اصلا ارضي هو فعلا صح، هو اتصال ارضي، ايش دخل يخلص الرصيد؟ انا ما ادري، ما جربت اتصل، شكلي بجرب اتصل بعد شوي. يلا نقول الو. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معاي؟ نوف. نوف، شلونك يا نوف؟ هلا. شلونك يا نوف؟ هذا السؤال. الحمد لله بخير، شلونك؟ الحمد لله، الله يطول عمرك. نوف جاهزة؟ اي جاهزة. تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ لا. نوف السؤال فيديو. لا لأن ما عندي تلفزيون. طيب ما عندك انستغرام؟ بلى الحين احنا نشوف اللايف. شوف قاعده تشوفين اللايف؟ ايه. قاعده تشوفيني؟
اي الحين اشوف اللايف. يلا اوكي طيب يلا 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 الحين بنطلع لها الفيديو. يلا يا نوف شوفي اللايف. اي شوفي اللايف يا نوف. اي قاعده اشوف بس يلا. متاخر شوي ما عليه. هذا الفيديو اللي قاعد يظهر قدامك في الشاشه لاحد متاحف دوله قطر، وهذا طبعا من الداخل. فهذا المتحف ولأي أو شو اسم المتحف هذا؟ أعطيك خيارات؟ إي أعطني خيارات. متحف قطر الوطني ولا متحف الفن الإسلامي ولا متحف الخور؟ متحف الخور يمكن؟ لا لا وطني وطني؟ متحف قطر الوطني؟ لا لا الإسلامي الإسلامي. متحف الفن الإسلامي، مبروك يا نوف. مبروك مبروك يا نوف، تستاهلين. الله يبارك فيك. جائزتك إذا مقدمة من شركة السلام العالمية بقيمة نشوف 1500 للعطور بقيمة 1500 ريال. اوكي مشكورين. تستاهلين مبروك. الله يبارك فيك. طيب ها بعد عندنا اتصال بعده؟ ما اسمع. في اتصال نقول الو. طيب الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا مسهلا، من معاي؟ عبد العزيز. عبد العزيز انت شكلك سامعني من التلفزيون صحيح ولا من الجوال؟ جوال وتلفزيون. لا لازم تسمع من مكان واحد. ان شاء الله اتصلت على التلفزيون. اختار التلفون. لا 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 ايش دعوه؟ بتاخر وبقول لك السلام عليكم، بترد علي بكره وعليكم السلام. ايميلات تصير بيني وبينك. ان شاء الله. خليك على التلفون. ان شاء الله. طيب بس ابيك تشوفني. اشوفك؟ تشوفني ولا ما تشوفني؟ لا لحظه لحظه. لا تبنده، حط ميوت. يا. ان شاء الله. اشوفك. يلا تشوفني على الانستغرام ولا على وين؟ يوتيوب. على اليوتيوب حلو. يلا طيب باراويك فيديو، ولما تشوف الفيديو هذا ابغى اسالك عن الفيديو. طيب ان شاء الله. يلا شوف. هذه واحدة من فعاليات درب الساعي. طبعا في درب الساعي الفعاليات كان لها مسميات رسمية. حلو؟ حلو. فلا تغرك الخيارات اللي بعطيك إياها. هل هي فعالية الرماية ولا فعالية ركوب ركوب الإبل ولا فعالية العزبة؟ مرة ثانية الشيخ نسيت الخيارات. هل هي فعالية العزبة ولا فعالية ركوب الخيل ولا فعالية كرة القدم؟ رقم واحد اللي هي العزبة. فعالية العزبة. نقول لك مبروك، تستاهل. الله يبارك فيك. جزيرة العطور يمسون عليك ويهدونك هدية، صندوق كبير بقيمة 1500 ريال، تستاهل. الله يسلمك. عندنا اتصال بعد؟ سؤال اللي بعده والاتصال اللي بعده. الو مساك الله بالخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم؟ ام خليفه. ام خليفه شلونك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. ام خليفه يلا على السريع على اساس نقدر ناخذ اكبر قدر من الاتصالات اليوم. نشوف تشوفيني ولا ما تشوفيني اول شيء؟ اي اشوفك. على التلفزيون ولا على الانستغرام؟ على التلفزيون. طيب ممتاز. على الانستغرام عيل شوف الفيديو هذا. ان شاء الله.
أم خليفة. هلا. طبعا هذا غيث في شوفي شفتي السهم يشير على سلة في يده صح؟ أيوة سلة. إيه طيب تبغين أعطيك خيارات اسم السلة؟ إيه عطني خيارات. طيب هل السلة اسمها الفطام ولا اسمها الحصبة ولا اسمها الديين؟ الديين. تسأليني ولا تجاوبيني؟ قولي الديين وانت واثقة. الديين. مبروك عليك. السلة هذه فعلا اسمها الديين. جائزتك ام خليفة مقدمة لك من السلام العالمية. شكرا الله يعطيك العافية. قيمة عاد مش مبينة عندي الحين. بقيمة 2000 ريال مبروك مبروك شكرا. الله يعطيك العافية. عفوا. الله يسلمك. مع السلامة. سوي الانستغرام جاهز؟ طيب هل الانستغرام راح نعطيكم السحب بعد شوي؟ جاهزين بسحب الانستغرام؟ يلا بسم الله جاهزين. طبعا سؤال الانستغرام كان يقول قعودنا الاسود، عفوا كان يقول قعودنا الاسود يلحق الابيض ولا يلحقه شرد عنا. ما هو الاسود والابيض المقصودين؟ الاسود والابيض المقصودين هما اذا مثل ما الغالبيه العظمى جاوبت على هذا السؤال اجابه صحيحه. الجواب طبعا كان، خليني بس اشوفها على الورق اذا كان ايضا في معلومات حول الموضوع، الليل والنهار. الليل والنهار. نقول الف الف مبروك. بسم الله نسحب واحد من المشاركين. هذا واحد بس تفضل. نقول مبروك، نقول الف مبروك ل ار اي 21 اندرسكور 9. ار اي 21 اندرسكور 9 مبروك. مبروك الايفون، مبروك عليك الايفون مبروك. اذا وصلنا النهايه ولا بعد نختم؟ متابعينا على انستغرام شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، متابعينا على مختلف منصات دوحة 360 شكرا لكم على متابعتنا وعلى المشاركات اللي جاتنا. طبعا نعتذر لكل من حاول انه يتواصل معانا ويتصل ويلقط خط لكن للاسف ما حالف الحظ. ان شاء الله فالك التوفيق في الحلقات المقبله باذن الله. اشوفكم ان شاء الله بكره في 360 وياك. مع السلامه.